رأس الأمر كله هو الصحبة، والصحبة لما هنجو نفصلوها نرجعوا لشعب الإيمان. شنو فيها؟ حب الله، حب الله، حب الله هو الهبة القلبية. شوف القلب ديالي واش كيحب الله تعالى، بغا يتلقى مع الله تعالى، بغا كيستعد للقاء الله، يذكر، معناه يذكر، يتذكر لقاء الله. اذكروا الله يعني اذكروا لقاء الله، تفكروا واعلموا انكم ملاقوه، واعلموا عرفوا انكم ملاقوه. فإذا ما كانش هذه العلاقة القلبية اللي هي المحبة، الحب، حب، حب الله والحب في الله، حب الله والحب في الله، هناك هذه الصحبة ديال البشر بعضهم مع بعض. على أساس إيش بيني وبينك؟ كنحبك علاش؟ لله. أنا أحبك لله، حبك في الله، يعني باش تقرب الله سبحانه وتعالى. شوف شي واحد اللي كيحبوا الله سبحانه وتعالى ونحبوا أنا، بذاك المغناطيس ديال المحبه يجرني حتى انا نكون محبوب عند الله سبحانه وتعالى.